المتابعين ديالنا الاعزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم يا خوتي خواتاتي ديال البحر غادي نتبحروا ونتبردوا. يلا ومعنا خوتي، الدنيا عامره هنا في البحر. ها انتم تشوفوا شايلين دابا ديالنا، احنا ماشي نتبردوا شي في البحر. وخليكم معنا تشوفوا. لا لا، هذا سي حميد الوليدات. شو لالا نورا، لالا قالت لك حتى هي اليوم غتعوم. ايه يا عامره تبارك الله. دابا غادي نمشيو نشريو البيني، نمشيو للبحر، ونمشيو للبحر ان شاء الله باذن الله. يديرهم في الميكا، يمكن في الميكا يديرهم في الميكا، ولا يعطيهم لي ديرهم في الشاطئ. دابا حنا جينا ناخذ البيني باش ناكلو لوليدات البيني ان شاء الله. دير ستة، ولا انت بغيتي جوج؟ دير سبعة. دير سبعة. سي حميد ديما الدوبلاج ياك، ديما زايدة، ديما زايدات كيما سي حميد. خصو جوج، خصك تنقص باش تنقص شوية من العضلات يا كاسي حامين. شد الرايات ديال عيد العرشة المتتبعين في مهدية. تحية للناس مهدية داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، والتحية كبيرة لخويا عزيز. خويا عزيز تحية لك من مهدية حتى لفرنسا. هي لكاع المتتبعين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ودابا المتابعين ديالنا الاعزاز، هانتوما كما كتشوفوا هانتوما المتابعين ديالي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، بحر مهدية مدينة القنيطرة. تبارك الله ما شاء الله، عامر البحر بالمزيان. هانتوما المتتبعين. ماما غير خليهم، غير خليهم. هانتوما المتتبعين الوليدات، اليوم قال لك لالا يتبحروا مع تبارك الله هذا الجو الرائع. صراحه البحر راه شي حاجه، كيحيد الطاقه السلبيه وكيحيد الامراض. ضروري الدراري يفوجوا شويه سيروا. المتابعين ديالنا الاعزاز، انا دابا لبست الدوني، كنت لابسه تحت الجلابه، درت غير الفولار، ودابا غادي ندخلوا ان شاء الله. ما كاين غير اليوم ديال السباحه. سباحه البحر، ماما هي كيفرعني فيهم الماء. اصلح لي العم البدر، راه يطيروا لا يديهم لي الماء. ماما ولا خصني نضر العومان؟ غير حيد نضر العومان يا حميد. ها هو السي حميد، هي اللي متتبعين خوتي وجدتي داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبكم وانتم وانتم معنا. اي حاجه كنديروا لا غير خليها، لا تعم بها، غير خليها، لا راني قلت لها غير خليها. الله يحفظكم هذا هذا مثلا المشاهدين. دابا حنا في المهدية، حنا مطحرين دابا، غنزولوا نزولوا السلاح ياك. النهار عمان دابا وليدات يتبردوا شويه. يلا سيروا تعوموا، يلا زولوا زولوا، يلا فازي فازي. عطيهم البيني، عطيهم البيني. عاي اليوم ديال البيني وديال ما تفرقش بجلك يا حميد. ماما اجي اجي بعدا عين تاكلوا البيني. لا ما بغيتش ناكل دابا مقهومه، تنجي نعطيها هي مقهومه واكله الشواء. ماما انا ما بغيتش تاكلي. نور زولا تعوم غير بشريفيه، زولا الكسوه. لا غير خلي لها الكسوه. ها في الرمله عطيها، غسليها يديها وعطيها تاكل. هاكي فيرو القراعي، خلي خلي حميد هاي كنصور. كنتم متابعين ديالي الاعزاز، هاكي ما بغيتيش انت؟ راه حتى شي واحد ما غيدخل البحر قبل ما نجي انا لحداكم، راه غيتهناو غير باش تكونوا عارفين. حتى شي واحد ما يمشي للبحر، عين حيد داك اليد انت يا هاك. كيزربوا زعما باش يمشيو يعوموا، كنقول لهم حتى واحد ما يدخل حتى ندخل معاكم رجلي برجلكم. كنخاف اختي على ولادي، ربي يحفظهم ليا بسم الله. خليكم معنا حتى ندخلوا للسباحه.
هدا نادا يلا بازي بازي كمان علاء
عندك يضرب في موجه. على عوم عوم على الدين. اليوم سالينا من البحر بكري حيت مولفين ما كنساليوش بكري كنعياو وما كنمشيو حتى للسبعة بزاف. اليوم صافي قلت لهم بركة علينا سالينا وجمعنا وطوينا نضربوا شي دويره في مهدية وغادي نمشيو في حالتنا صافي عينا تسالينا. اشنو انا لا نار اش الصيف والبحر ماما ومع حبيبتي ويلي ويلي انا نقول هجو تيمو هي تقول لي مونا مون شتي المتتبعين مع الغروب البحر يا سلام بقي عامر شو باقي الناس جالسين في البحر مع الغروب يا سلام. وهنا المتابعين كما كتشوفوا هذا اللباس الامازيغي الصراحه اللي كيحمق مع هذا الشيء ديال الامازيغ الصراحه رائع. بغيت نلبس واحد اللبسه ديال السوسيه عجبتني بزاف ومنين بغيت نلبسها قلت لها شحال قالت لي 20 درهم باش تصوري يعني فيديو وتصوري تصاور صافي دخلت على اساس باش نلبس بقيت كنصور وهما بقاو كيجيو الناس بزاف
بقاو كيجيو الناس بزاف وهي تقول 40 درهم اللي بغى يلبس اللبسه السوسيه 40 درهم. يعني انا منين دخلت قلت لها 20 قالت لي 20 درهم، منين شافت الناس كثروا عليها قالت 40 درهم صافي. وانا مشيت في حالتي ما لبستش، يعني باش انا لبست اللبسه نتصور بها ب 40 درهم يعني ما غاديش نحيد منها ولا غنقطعها ولا غناكل منها، يعني غنلبسها وغنحيدها. 40 درهم جاتني بزاف صافي وحيدتها وما زعما ما لبستهاش صافي، صورت شويه ومشيت في حالاتي. وهنا كما كتشوفوا هاد الهيادر هادو اللي ديال المعيز وديال الحواله صراحه اللي زوينين بزاف. مهم هنايا الصراحه دايرين هاد المعرض في مهديه مدينه القنيطره، صراحه داكشي كلشي عندهم زوين عجبني داكشي. هنايا صافي رحنا في البارك صافي، غادي نمشيو في حالاتنا، غادي نمشيو نطلعوا نركبوا في الطوبيس ونشدوا الطريق ان شاء الله باذن الله الى دارنا ان شاء الله. المهم فوجنا شويه خوينا شويه الطاقه السلبيه، ضروري اننا خاصنا نمشيو للبحر باش نخويو الطاقه السلبيه ونجيبو عاوتاني الطاقه الايجابيه. وخا صراحه انا البحر كيهلكني كنجي يعني مهرسه منه، معاكم عارفين ستريس والعمان والشمس ولكن الحمد لله على كل حال. المهم كنخويو الطاقه السلبيه باش كنجيبو الطاقه الايجابيه ان شاء الله باذن الله. وصافي هنايا كما كتشوفوا سالينا غاديين في حالتنا. هنايا حنا ركبنا في الطوبيس انا ووليداتي، الطوبيس بلان بالكشيفة، لقينا البلاصة الحمد لله. بعد طلع دغيا كمال هو الاول لقانا البلاصة، اما راه الطوبيس عامر. وبسلامة عليكم وما تنساوش اللايكات والبارطاج مع الحباب والاصدقاء.